اختيار من الرئيس باراك أوباما لمجموعة من زعماء الصوفية في السودان، منهم الفاتح ابن البرعي، ومنهم واحد تاني اسمه مين المنتصر اللزيرك، وآخر اسمه مين الكباشي. المهم مجموعة حوالي 12 أو 15 شيخ صوفي سوداني، اختارهم بالذات أوباما للجلوس معه في البيت الأبيض المعروف في أمريكا، وذلك من أجل مناقشة ما يسمى بالإرهاب أو التطرف الديني. فالتعليق على الخبر ده كالآتي: أولاً، أول سؤال يتوجه: لماذا تم اختيار هؤلاء الصوفية بالذات؟ ليه اختيروا بالذات من ضمن طوائف الأمة الموجودة اليوم؟ السؤال الثاني: ما هو التطرف الديني الذي يود أن يحاربه أو يحاربه أوباما مع الصوفية؟ أنا دار أعرف ياتو التطرف ده بالضبط كده، التطرف ده ياتو اللي عاوز يحاربه الأمريكان بقيادة رئيسهم والنصارى المعاهم، أي تطرف يريدون حربه مع التصوف. لو قالوا نحن دارين نحارب التطرف اللي بيعملوا فيه ناس داعش، نقول التطرف بتاع داعش صحيح تطرف ولا علاقة له مع الإسلام ولا علاقة له مع الجهاد الشرعي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أبدا صحيح تطرف. لكن هل الصوفية براهم اللي بيتفقوا مع النصارى في حرب التطرف ده؟ التطرف بتاع داعش ده اتفقت عليه كل طوائف الأمة، العاجب والما عاجب، حتى من جماعة الإخوان المسلمين المعجبين بفكر داعش والمتبنين لفكر داعش هم الآن في الإعلام بينكروا ما تفعل داعش. فده ما بيحتاج أنت تجيب له صوفي تودي البيت الأبيض عشان تنكر الفعل بتاع داعش وصنايع داعش، تمام؟ إذن يبقى السؤال الأول الإجابة عليه: ليه اختاروا الصوفية بالذات؟ أوباما اختار الصوفية بالذات ليه؟ أولاً لأن الفكر الصوفي، الفكر الصوفي ده فكر لا يتعارض مع دين النصارى ولا يتعارض مع مصالح النصارى، ما بيتعارض معهم، لأنه دين النصارى مبني على ماذا يا أخوانا؟ مبني على تأليه البشر واعتقاد الألوهية في البشر، لأنهم بيعتقدوا الألوهية في من؟ في عيسى عليه السلام. إذن الصوفية نفس النظام بتاعهم يعتقدوا الألوهية، النصارى في واحد بس، الصوفية في كتار، ما واحد، يعني عندهم اليوم يعتقدوا صفات الألوهية في كثير من شيوخهم الموجودين الليلة. أسد لو سمعتك بالصوت من المدايح اللي بيدقوها في ميدان المولد تسمع بأذانك يقول لك: وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي، وأعلم عدد الموج كم هو موجتي. الكلام ده مش عن الله، ده مش حديث قدسي، الكلام ده كلام بتاع شيخ صوفي يقول أنا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، يقول: وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من رحمتي. ده صوتي هسه أسمعك له، رأيك شنو؟
نفسي عقدت النصارى ولا ما نفسيها؟ بل النصارى اعتقدوا في واحد عيسى ابن مريم عليه السلام، ودي عقيدة كفرية. العقيدة الصحيحة في عيسى ابن مريم نعتقد إنه نبي كريم من أولي العزم الخمسة من الرسل، ونعتقد إنه بشر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال يأتي من بعدي نبي اسمه أحمد، كويس؟ لكن النصارى ضلوا في الباب ده، والصوفية عندهم نفس النظام ده. عشان كده ما غريبة كون أوباما يختار مجموعة من الصوفية، كويس، عشان يمشوا قال يناقشوا معهم الإرهاب. فمن الناحية دي بناتهم مشكلة ما فيها. اثنان، دين الصوفية حتى لو سب العقيدة غير العقيدة لا يتعارض مع توجه النصارى. النصارى توجههم توجه إباحي، يعني زنا يبقى متاح، خمر تبقى متاحة، غيره يبقى متاح. المنهج الصوفي، انت ما تغاري الليبل بالحياه دي، شايفه انت مثلا عندك صاحبك صوفي ولا كده تقول لي لا لا ما بالصوره دي، لا انا بتكلم عن اصل المنهج الموجود في الكتب عندهم. الحرام يكون حلال للشيخ والمريد بتاع الطريقه، كويس. في كتاب اسمه سراج السالكين، قاعد فوق هذا الكتاب، قال الشيخ سأله التلميذ سؤال، قال له هل يجوز لتلميذ الشيخ يرقد مع مرة الشيخ في السرير كده زي ده؟ بجوز؟ أستا لو سألك السؤال ده حتكون الإجابة شنو؟ مش إجابة بديهية معروفة؟ قال بجوز إذا رآها كالخشبة. من الله خلقك؟ من الله خلقك؟ لقيتك مرة بشوفها زي الخشبة؟ دي وين دي؟ قال بجوز. في كتاب اسمه النصرة العلمية، أنا اشتريت منه طبعة جديدة نزلت السنة دي، النصرة العلمية لأصحاب قال الطرق الصوفية، في الكتاب ده جوا، قال المريد رأى الشيخ يفعل الفاحشة مع مرة بل حرام عديل. قام ما سأله، لما الشيخ استغرب ذاته قال لا يا خدت شفتني أنا بعمل كده، انت شفتني عديل، طب انت ما سألتني ليه؟ قال له يا أخي أنت عارف السلوك، سلوك يا تدي. قال الشيخ أنت ذول عارف السلوك، وقال له أنت ما بينكر عليك. بعد شوية طوالي المؤلف قال وفرق بين معصية الشيخ ومعصية المريد. يا أخواننا من الله خلقكم لقاكم فرق بين معصية ذول، يعني اثنين سرقوا واحد يبقى حرام والثاني ما حرام ولا كيف؟ مش المعصية هي المعصية؟ قال لا، فرق قال بين معصية الشيخ ومعصية المريد. قال أما الشيخ فيطلع على المعصية في اللوح المحفوظ كشفا وإلهاما، قال ويفعلها تنفيذا لأمر الله. بالله يعني بشوف أول حاجة في اللوح المحفوظ مكتوب له يوم كده اليوم الفلاني الشيخ فلان هيعمل العملية الفلانية، قال طوالي تنفيذا لأمر الله، يقوم شنو يعمل العملية اللي قافل. يا اخواننا في كلام زي ده تلاقاكم في دين زي ده؟ شوف الان التصوف جملة ما بيحارب المنكرات، منكر بيحاربه ما في. يعني لو جيت للشيخ انت بتسكر بتشرب اي حاجة، حتى جاء في كتاب اسمه الطبقات الكبرى للشعراني، الشيخ قال عنده ابريق، ابريق ده خاص بتاع الشيخ، زول بيشرب منه تاني ما في. قال يوم من الايام واحد من الحيران بتاع انه شال الابريق وقام جاربه، اكتشف انه الابريق ده فيه حاجه، قام جاربه. بعد شويه الشيخ قال لهم الحقوه الحقوا جيبوه، الزول ده جاري وزنه جرايه ما لموا فيه. لما مشى بعيد والشيخ حس بانه ما بيقبضوه كورك كوني مريسه، قال كوني شنو هي من قبل مريسه. لكن عندهم ما تنكر على الشيخ ولا تعترض، يقول لك فتنطرد. قال في كتاب سراج السالكين الصفحة 43 قال إذا رأيت منهم من الشيوخ من تعدى وناح وفعل أفعالا قباح، ولو أنه يأتي إلى البهائم وإرادته النكاح، قال فلا تنكر عليه فربما حصل للنخل اللغاح. شوف الإجرام ده كيف. قال ولا ينكر على الشيوخ، لا ينكر عليهم ولو قتلوا النفس المحرمة. ما تسأل الشيخ
خليه سلم له أمرك. شوفوا النظام ده، ده بيعجب أمريكا وبيظبط مزاجهم. لما تكون في زنا، في خمرة متاحة، في قلة أدب، وده الدين السائد، يقول لك ما في حاجة يا أخو خليها، وأمة محمد بخير، وما دام بتقول لا إله إلا الله تاني ما في مشكلة. ده اللي بتعجب به أمريكا، عشان كده هم اختاروا الدين الصوفي وساقوا الصوفية لسه قاعدين معهم هناك. تخيل معانا لقيت واحد مرسله لي في صورة هنا من المصلين معانا في المسجد، صورة بتاعت الصوفية في البيت الأبيض، مصورين كده صفين، صف فوق وصف قاعد تحت، ومعاهم الخواجات مرصرصين نسوان ورجال مشكوكين معاهم جوا، وديلك قاعدين كده والله مرصوصين. تقول نادي مازين ببس صفين يا ناس. في مسلم غيور على عقيدته بترسم عن نصارى في البيت الأبيض وفرحان، تلقاه ماسك له واحد كده، ده مسلم غيور على عقيدته يا أخي. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. زول بيحب النصارى ويمشي يتلصق عليهم، يا أخي النصارى دار يجيبوا دين؟ الله قال لك ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الله قال لك دائركم دايرينكم تبقوا زيهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو تتبع ملتهم. اول ما فتحوا لك البيت الابيض وقولك تعال والترحيب بالوفد الصوفي وتعالوا نعمل مباحثات ونتناقش في التطرف، اعرف انه رضوا بك معناه انت على دينهم وعلى عقيدتهم. خلاصة الكلام، الرحلة دي عبارة عن اتفاق في هدف، وهدفهم واحد، الاثنين نصارى على صوفية، هدفهم واحد وهو محاربة دعوة التوحيد الحقة، بس ده الهدف. يعني بيمشي ممرق من هنا لهناك عشان يجي يقول لهم عندنا وهابية هناك، وهابية بيقولوا الله في السماء، وهابية بيقولوا ما تنادوا الأولية والأولية ما بينفع ولا بضر، وهو داير يمشي يحرش لنا أوباما عشان يجي يدعمهم. شوف حرشت أوباما، جيت أنت أوباما، جيت أنت وإبليس دعوة الحق دي، ما في ذل بيقدر يحاربك. أعرف الكلام ده كويس، أمشي جيب أوباما، جيب أي واحد معه تاني، ما بيقدر يا زول، ما بيقدر. ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. الدعوة ما بتنتهي، دعوة الحق ما بتنتهي، لا أوباما لا أي حاجة تانية. أعرف المعلومة دي كويس. يمشوا هناك ويتأيدوا بالنصارى ويتأيدوا بالكفار، والغريبة من زمان بيجيبوا شبهات ضد دعوة الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يجيبوا شبهات ضده، يقول لك يا أخي ده علموا واحد يهودي اسمه مستر هنفر، ويهودي علموا وكرهونا بهم حال ما نمشي، وما في كلام زي ده. قول في أها أوباما ده كيف؟ ولا أوباما بقى صحابي وشهد بدرا؟ لا أنا دار أعرف الاتفاق مع أوباما والدعم من أوباما يبقى حلال ومستر هنفر يبقى حرام، ولا كيف؟ كله ما عنده علاقة مع الكتاب والسنة، كله لا مع أوباما لا مع هنفر لا غيره، هنفر ضمنه يا زلمة. نحن بندعوك لدين مبني على كتاب آيات، مبني على سنة أحاديث، مبني على أقوال الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وعلماء الأمة المهتدين، ده الدين الحق. أما تاني ده تقول لي مستر هنفر، هنفر بتاع شنو يا أخ؟ هنفر بتاع منو يا زول؟ ده كله شغل بتاع محاربة وحرب على العقيدة الصحيحة. وشوف العقيدة الصحيحة دي أعلم معلومة، ما مربوطة بجماعة من الجماعات، لا تقول لي مربوطة بأنصار سنة لا بأنصار مهدي لا مربوطة بغيره، كل الجماعات دي جماعات باطلة. انت تكون مسلم على الكتاب وعلى السنة بفهم السلف الصالح وما تنتمي لأي زول، خليك مسلم حر. الله جعلك عبدي ليو، عبدي ليو هو ما ليزول تاني، ما تبع ليزول، انت مسلم وتفتخر بإسلامك وبدينك وبانتمائك للنبي عليه الصلاة والسلام، ما لأي أحد آخر إطلاقا. هذا وصلى الله على نبينا محمد. الشيخ مزمل درس.